انتخبت الجزائر عضواً في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة الممتدة بين 2023 و2025، وحصلت الجزائر خلال الجلسة 17 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الثلاثاء على أصوات 178 عضواً لتنضم رفقة 13 عضواً جديداً إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. وتعد هذه المرة الثالثة التي تنتخب فيها الجزائر كعضو في الهيئة الأممية. إن الدول الأربعة عشرة الآتية انتخبت أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لولاية تدوم 3 أعوام تبدأ في 1 يناير 2023: الجزائر، بنغلاديش، بلجيكا،